السلام عليكم متتابعين قناة ديم كويزين فاسيل، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير الحريرة. لهاد سميتها كنحتاج جوج بصلات، 6 ديال مطيشات لهاد الوصفة، زلافة ديال الحمص. كديروا الحمص يرطب ليلة كلها حتى لغدا، وكتحيدوا ليه القشرة، كيبقى على هاد الشكل هذا. واللي بغى يخلي له القشرة يخليها، انا كنحيدها مع كتبقى هكذا. كديروا نجي منين تكونوا تاكلوا الحريره. عندي زلافه صغيره هنا ديال العدس، عندي زلافه ديال الكرافس مطحونه هكذا، عندي 250 غرام ديال اللحم مقطع طريفات. اللحم على حسب كل واحد، تاخذوا ديال العجل البقري ولا ديال الغنمي ماشي مشكل. عندي هنايا معلقه صغيره ديال السمن، عندي معلقه كبيره ديال المطيشه كونسونطري مطحونه كتباع بحال هكذا في القوطي، عندي زلافه هكا ديال المعدنوس وقزبر غادي نطحنهم انايا مع مطيشه، عندي هنايا فيرميسيل ولا شعريه رقيقه مويه، عندي جوج معالق ديال سكينجبير جونجومبر، عندي معلقه ديال الخرقوم، شويه ديال ملون غذاء الزعفران، وشويه ديال القرفه، وعندي هنايا الملح على حسب الذوق الملح والابزار، وعندي كاس ديال الزيت مخلط زيت البلديه والليسيور. دابا غادي ندوز ندير اللحم. عندي كوكوت بحال هذا الشكل، انا عندي كوكوت ديال 8 يترو، وكل واحد على حسب الناس اللي عنده. انا عندي كوكوت ديال 8 يترو. ندير اللحم وندير الحمص بحال هكذا، ندير هاد سميتها هاد العدس، كندير الزيت، يعني كاع هاد التوابل كنديرهم، الخرقوم، سكينجبير، والملح والابزار، وغادي ندير شويه ديال السمن. السمن انا ما كنديروش كله، كندير اي شويه دابا، ونخلي الاخر تنديرو مع مطيشه هكا محكوكه، مطيشه اللي كتباع طوماط كونسونطري، حتى الاخر طيب الحريره عاد كنديرها. دابا غادي ندوز نطحن البصله ومطيشه والمعدنوس والقزبر، عاد نزيدهم على هذا الخليط. كنشعل هكذا سميتو الكوكوتي طيب، والفيرميسيل حتى هي كنخليها حتى الاخر. كنحركهم هكذا، من بعد غادي نزيد هذيك مطيشه وبصله انا طحنتهم. طحنتهم هكذا احسن، غادي نزيد شويه ديال الماء. الماء واخا تزيدو بارد ماشي مشكل. انا غادي نخليها هكذا طيب واحد نص ساعه، من بعد عاد غادي نحل ونشوف ملي كيطيب الحمص واللحم، يعني كنعرف بلي راه طابت، يعني داك التوابل طابو. كنزيد لها الماء سخون ونزيد سميتو مطيشه والفيرميسيل والسمن هكذا. دابا نسد عليه، من بعد ما سميتو داك الحمص والعدس وداكشي طابو، يعني ما كنخليش حتى يطيب بزاف، كنخليه فين يطيب مع الطحين. نسيت ما وريتكمش، غندير واحد 200 غرام ديال الطحين، غادي نخلطها مع الماء الاول، بعدا غادي نزيد الماء في الكوكوت.
انا عندي كوكوت كتهز 8 يترو. نزيد لها هكذا الماء ونخليها حتى تبدا تغلى ونزيد الطحين. نزيد دابا داك شويه ديال السمن الحار اللي بقى ليا. تقريبا هنا ندير واحد جوج كيسان ديال الماء. هنا ما عارفاش القياس، غادي ندير انايا دايره 200 غرام ديال الطحين وغادي نشوف واش غادي تزيني ولا لا، نقص ولا نزيد. المهم نديرها كلها ونشوف. دابا غادي نبدا نخلط، غادي نبقى نكب ونخلط ونكون ناقصه الكوكوت النار. هانتوما حتى كتعقد لينا، كتبان شويه كتعقد، يعني هاد 200 غرام جاتني شان مع جوج كيسان ديال الماء، وكتكون العجينه ماشي جاريه بزاف، ماشي قاسحه. دابا غادي ندير مطيشه ديال القوطي بالطوماط كونسونطري ديال الحريره باينه. غادي نديرها في نفس هذاك الطاس. درت عليها واحد الكاس ديال الماء وكنخلطها حتى تخلط مزيان بحال هكذا، ما تبقاش مكوره. هنا نزيدها على داك الحريره، وغادي نزيد دابا داك فيرميسيل ولا الشعريه الشربه. كنخليوها حتى الاخر باش ما كتذوبش، الا لا درتها في الاول كتذوب، كتخليها حتى الاخر باش كتبقى هكذاك صاينه. دابا غادي نخليه شويه، و الا لقيت الحريره قساحت بزاف نزيد شويه د الماء. المهم الحريره ما تكون ما قاسحه ما جاريه، تكون شويه مطلوقه شويه على هذا الشيء. دابا غادي نخليها طيب وغادي نشوف كيفاش غتجي. غادي نزيد واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس باش كيعطينا واحد البنه زوينه. واللي عنده سميتو الكرافس حتى هي يقدر يدير هذا، باش يخلي شويه يديرو في الاخر باش كتبقى داك البنه ديال الكرافس. هكا تقريبا انا ما عندي الكرافس مقطعها ومكونجليها دايره في الكونجيلاتور. هكا تقريبا واحد جوج معالق كنديرهم حتى للخر، كنخليهم ديرهم في الاخر باش كتخلي لي ديك البنه زوينه في الحريره، وكنخليها هكذا حتى كطيب ونشوف من بعد واش نزيد الماء ولا لا. ها نتوما من بعد ما طابت الحريره كتجي على هذا الشكل هذا. من بعد ملي كنديروا لها الطحين كنخليوها طيب غير بشويه، كنقصوا لها النار غير قليله باش كطيب على خاطرها. ها نتوما كتجي على هذا الشكل هذا، ما جاريه ما قاسحه. غنخليكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والى عجبتكم هاد فيديو بارطاجيوها وما تنساوش ابوني في لاشين ديالي.